بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أعزائي الطلبة، حلقة جديدة وموضوع جديد. والنهاردة هنتكلم على موضوع شيق، والموضوع طبعا كلنا شفنا الصور، هو عن السي جراس. يعني إيه السي جراس؟ السي جراس هي الأعشاب البحرية، يعني هي عبارة عن أعشاب ونباتات بحرية بتشبه النباتات البرية زيها بالظبط، بيكون ليها جذور وبيكون ليها ساق وبيكون ليها أوراق، والأوراق بتاخد فيها أشكال مختلفة. وطبعا هي بتنمو في البحار والمحيطات، وبتكون ليها أنواع كتير وأنواع مختلفة وبتنتشر، وهي طبعا متشابه النباتات بالظبط، وللجذور بتثبت النبات في التربة، والسيقان بتحمل الأوراق وتوصل الغذاء إلى الأوراق، والأوراق طبعا لها أشكال مختلفة. الأوراق بتقوم بعملية البناء الضوئي لاحتوائها على البلاستيدات طبعا الخضراء، وهي بتقوم بعملية البناء الضوئي هي ذاتية التغذية. لذلك طبعا هنتكلم على أهمية السيجراس وانتشاره، مهم جدا في الحياة البحرية وفي المحيطات، وليه طبعا أهمية كبيرة وهنتناولها. زي ما شايفين قدامنا الأشكال السيجراس، وهو شكل العشب بالظبط طبعا، يعني بيكون طبعا بيتحمل التيارات المائية، وزي ما شايفين معانا ان هو بيكون مرن، والجذور بتاعته بتكون مثبتة طبعا كويس جدا في التربة، بحيث انه يقدر يتعامل مع الامواج والتيارات المائية ويتحملها. وطبعا بيقوم بعملية امتداد الغذاء، بعملية البناء الضوئي، والتركيب بتاعه زي ما قلنا ان هو شبه النباتات البرية، وبيكون ليه جذور وساق وأوراق، وبيتكاثر عن طريق الجنس، يعني بيكون في متك وطلع وبيكون البذور وبيتكاثر. وزي ما شايفين قدامنا ده الشكل بتاع السي جراس، زي ما شايفين في السيقان والأوراق. وليه طبعا الأوراق لها أشكال مختلفة، منها البيضاوية ومنها الشريطية ومنها اللي شكلها سهمية، وليها أشكال عديدة طبقا لاختلاف السبيشيز بتاعها. في أنواع عديدة من السبيشيز المختلفة وأشكال زي ما شايفين قدامنا مختلفة من السي جراس. زي ما شايفين بتغطي مساحات كبيرة من المياه، وبتكون طبعا في زي ما هنعرف ان هي بتكون في الشالو ووتر، واقصى حاجه ممكن توصل ل 50 متر، وممكن في بعض الاماكن توصل لاعماق اللي هي ممكن تتحمل طبعا الضغط وكده. وزي ما شايفين قدامنا الجذور بتاعتها ازاي بتمتد في التربه، وازاي بتثبت جذورها في السدمنت، وطبعا من خلال الجذور تبتدي تمتص طبعا المعادن وتمتص الغذاء، ليصل إلى عن طريق الساق إلى الأوراق. وزي ما شايفين طبعا عن طريق الضوء بتبتدي تعمل عملية البناء الضوئي. والسي جراس مهمة جدا زي ما شايفين قدامنا، إن في عدد كبير من الغابات، وطبعا ارتفاع وثاني أكسيد الكربون والانحباس الحراري، فده أدى إلى أهمية السيجراس. هيقول لي طب إيه أهمية السيجراس واللي هي موجودة في المية وأنت بتتكلم لي على اليابسة؟ لا، أنا بقول لك إن السيجراس دي اللي هي منتشرة، والنباتات المنتشرة في المية نسبة 70% من الأكسجين الموجود في الجو بسبب النباتات الموجودة في المية، لذلك هي مهمة جدا للأكسجين وامتصاص ثاني أكسيد الكربون الموجود في الجو. بالتالي هي مهمة جدا ولها عوامل كتيرة، هنتكلم على أهميتها بالتفصيل في الحلقة بإذن الله.
زي ما شايفين عندنا الامواج والتيارات المائيه ازاي بتتعامل معاها السيجراس، وازاي بتتكيف مع عمليه التيارات المائيه، وازاي طبعا عند سقوط البذور في التربه تبتدي تنمو وتكون لي انواع من السيجراس وتنتشر. والضوء هنا مهم جدا في عمليه البناء الضوئي، وزي ما شايفين هي انتشارها طبعا الخريطه اللي قدامنا بتبين هي بتنتشر في المناطق الحاره والشبه حاره والمناطق المعتدله، اما في المناطق البارده او في المناطق القطبيه لا تنمو، وهي طبعا بتنمو في المناطق البحار والمحيطات، يعني مش موجوده في الفريش ووتر. هي بالفعل مش موجوده في الفريش ووتر، ولكن في بعض العلماء بيقولوا ان هي ايه بتكون موجوده بعض الانواع منها في الفريش ووتر، ولكن ده راي، يعني ما حدش من العلماء او ما فيش حد من العلماء اقر الراي ده، وكله اجمع على ان هي بتنتشر في المياه المالحه فقط. زي ما شايفين طبعا شكل السي جراس، وهي مهمه جدا لعدد كبير من الكائنات، فهي بيعيش السي جراس طبعا بتبقى موجوده في الرمال والماضي، وبتكون طبعا بتنتشر على مساحات كبيره في الشال ووتر زي ما قلنا، وبتحتاج طبعا زي ما شايفين الضوء، لانه مهم جدا الضوء لعمليه البناء الضوئي في السي جراس. وهي طبعا وجود السي جراس مهم لانه غذاء رئيسي لعدد كبير من الكائنات الموجوده. طبعا انتشار السي جراس بيعتمد على عدد من العوامل، ومنها الووتر موشن او حركه الميه، لان حركه الميه عندي مهمه جدا لعمليه الايه السي جراس وانتشارها. وطبعا الملوحه ودرجه الملوحه مهمه جدا، زي ما قلنا بتنتشر في المناطق المالحه، وزي ما شايفين قدامنا هنا محتاج طبعا الضوء، لان الضوء مهم جدا زي ما قلنا لعمليه البناء الضوئي. والضوء طبعا لازم يكون مفيش تربيديتي، ومهم من ضمن العوامل برضو اللي بيساعد على انتشاره وتواجده اللي هو زي ما قلنا الملوحه. والضغط برضو مهم، لان كل ما زاد الضغط كل ما بيقلل انتشار السي جراس، والسيدمنتيشن ريت معدلات الترسيب والتربيديتي بتأثر أيضا على انتشار السيجراس. أهمية السيجراس، طبعا السيجراس كنبات ذات التغذية مهم في إنتاج الأكسجين وامتصاص ثاني أكسيد الكربون، فبالتالي هو بداية السلسلة الغذائية للكائنات ومصدر غذاء لعدد كبير من الزوبلانكتون وطبعا التيرتل والفقمة وغيرها من الكائنات، زي ما قلنا إن هو مصدر للأكسجين، وهنلاقي عدد كبير من الأسماك بياخدوا كشلتر ليه، وطبعا كمخبأ يستخبى فيه من الأعداء، وإن هو بيضع البيض بتاعه أثناء عملية وضع البيض عملية السبونينج. ويكون في عدد كبير من الكائنات وكوميونتي كامل من الكائنات، زي ما شايفين قدامنا في الصورة الفقمة، الكراب، الحصان البحر، السي هورس، وبيتغذى طبعا على النباتات، التيرتلز والقروش والراية، سمكة الراية أو البات فيش. وطبعا الأسماك دي الأسماك المفترسة بتروح في منطقة السيجراس للبحث عن الفرائس، لأنها غنية بالكائنات، وعارفين ان هي بتبقى فيها يوجد فيها عدد كبير من الاسماك زي ما شايفين قدامنا. فبالتالي السي جراس مهم جدا. كمان عندي السي جراس مهم لانتاج الاسماك والفيشرز. طب ازاي مهم في الفيشرز؟ اقول لك ان هو زياده السي جراس وانتشاره هيؤدي الى زياده عمليه السبونينج، وبالتالي لتغذية اللارفي، وبالتالي هلقى عندي كميات كبيرة من المصائد، ومصائد
مناطق مصايد كبيرة وموجودة، ولكن الهيومن امباكت أثر بالسلب على انتشار السي جراس، وانتشار السي جراس لما بيقل أو بيتأثر ده طبعا بيأثر لي على البيئة البحرية بشكل عام، ومنها بيأثر على الاقتصاد، بيأثر على الثروة السمكية، وبيأثر على الأسماك. زي ما الفيشرز مهمة ليها السي جراس، كمان المصايد واستخدام طرق الصيد بتأثر، ومنها حرفة الجر بتأثر على السي جراس وعلى والبيم ترول وغيرها والدريدج، وأيضا التلوث ومخلفات الإنسان زي ما شايفين في الصورة، مخلفات المصانع، مخلفات المنازل، البلاستيك، وده طبعا مصيبة كبيرة البلاستيك وانتشاره، وأدى إلى مشاكل كبيرة المايكروبلاستيك لأنه مش بيتحلل، وأدى إلى عدد كبير من المخاطر سواء للكائنات الموجودة واندثار أو تدمير عدد كبير من السي جراس الموجود، وطبعا أدى تدمير السي جراس إلى طبعا إن في عدد كبير من الأسماك والكائنات ابتدى طبعا يقل، وابتدى يتجه الإنسان والباحثين إن هم يعملوا استزراع للسي جراس، طبعا يعملوا إعادة لتأهيل سواء للسي جراس الموجود في البيئة وعملية استزراعه، وده طبعا لإعادة تأهيل المناطق، لأن طبعا وجود السي جراس مهم جدا لأن هو بداية السلسلة الغذائية، وإذا اندثر السي جراس أو مات السي جراس فبالتالي كل السلسلة الغذائية هتتأثر بما فيهم المفترسات والكائنات الموجودة في البحر، لذلك إن السي جراس يعتبر مهم جدا لأن هو البداية ومهم لكل الكائنات الحية. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، وأتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وأي استفسار أو أي تعليق أو يعني أي شيء بحيث يحسن من الحلقات القادمة بإذن الله، أو أي موضوع حابين نشرحه في الحلقة القادمة ياريت تكتبولي في التعليقات، وما ننساش اللايك ونشر الفيديو لتعم الفائدة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.